افتتحوا اليوم بفضل من ربنا ونعمة في سنن الترمذي أبواب المناقب. أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناقب جمع منقبة، هي الشرف والفضيلة والخلة الحميدة والخصلة الراقية. وطبعا هذا الكتاب من أمتع الكتب في الترمذي، هذا الكتاب من أمتع الكتب. لما من أمتع الكتب؟ لأنه هذا الكتاب هو الأثر التطبيقي العملي المسلكي في حسن العلم، يعني هذا ترجمة عملية للعلم. إن كان علما نافعا حقا تكون ترجمته بهذا، ويكون التعرض له ليس للتسلي ولكن للتأسي، ليس للتسلي ولكن للتأسي. فسنبدأ بباب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو أكرم الخلق على الخالق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الخالق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن أسلم، خلاد بن أسلم البغدادي أبو بكر الباهلي، قال النسائي ثقة، والدرقني قال ثقة، مسلمة بن قاسم قال ثقة. نعم. قال حدثنا محمد بن مصعب، بن مصعب بن صدقة، نعم، أبو عبد الله البغدادي، فيه كلام، قال ابن معين ليس بشيء. أبو حاتم الرازي قال ليس بالقوي. والنسائي أيضا قال ضعيف. حق أنه كثير الغلط. نعم. قال حدثنا الأوزعي، وهو خير من دخل الشام أو خرج من الشام، علامة الشام الإمام الأوزعي، عن أبي عمار. أبو عمار هو شداد بن عبد الله القرشي الأموي، أبو عمار الدمشقي. قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ليس بي بأس، الدرقني قال ثقة، والعجلي قال ثقة، وأيضا الفسوي قال ثقة. عن واصلة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. الله أكبر. واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يعني الحديث صحيح، لكن لفظة اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، يعني هذه الذي فيها نظر. فالأصل أنه قال اصطفى من ولد إسماعيل عليه السلام. هو الحق تعلمون بأن الله تعالى رزق إبراهيم عليه السلام إسماعيل من هاجر عندما جاء الطاغية وطلب سارة امرأة إبراهيم عليه السلام، وقال هي أختي. لما قال لها ما في أحد على 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 الإسلام إلا أنا وأنت، فذهبت للكافر وهي تثق في ربها. يعني شوف، هي الآن في 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 مكانه، في قصره، بين قبضته وقلبها يطوف من حول العرش، وتعلم أنه لا يستطيع أن يقترب منها. الله أكبر. أنفاسهم بيد الله جل في علاه، طرفة العين بيد الله جل في علاه. يا له من سعادة من عاش متقنا كيف يتعرف على ربه جل في علاه. والله مات ولم يدخل الجنة من لم يتعرف على ربه جل في علاه، وإن كان من أهل الجنة في الآخرة. عندما يكون بين فكي الأسد ويقول الأسد لا يضم الفك على الفك إلا بالله، ويقول له ذلك تصريحا، ما تستطيع، حتى أنفاسك لا تدخل إلا بالله ولا تخرج إلا بالله، وما أراده الله لابد أن يكون. قال اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فأرادها، فلما مد يده شلت يده، وهي دعت عليه، يعني استغاثت بربها فشلت يده. حتى في الثالثة قال أتيتموني بشيطان، فوعدها ألا يمسها بس يرجع، فرد الله عنه هذا فأعطاها هاجر هدية. وكانت الحكمة أيضا، شوف، يعني كان ممكن الإنسان يقف ويقول إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم قد يعني قد حارب الملأ من أجل توحيد الله،
إبراهيم كان أمة وأقام التوحيد في قومه فطردوه. إبراهيم هاجر وحيدا فريدا من أجل الدين. إبراهيم إبراهيم كل هذا إبراهيم عليه السلام. وابتلاه أيضا الله جل في علاه بأن هذا الطاغية يعني كاد يقتله، لو قال له هذه زوجتي لقتله وطلبها. وإبراهيم يعلم أنه ما طلبها إلا وأنه خبيث، ولكنه يثق في ربه، يستيقن تماما تمام اليقين في ربه. هذه أعاجيب، نحن نعيش مع أعاجيب ورب العزة. يعني الالتصاق بالقرآن كما قلنا نجات، وهي تذهب سارة نفسها تهون على إبراهيم وتذهب يقينا في الله جل في علاه. ما بالنا الريب في معاملتنا مع الله جل في علاه معمق جدا، سواء بقى علمنا ذلك جهلنا ذلك تكلمنا به ما تكلمنا به، هذه حقيقة أمرنا في هذا الزمان. الله المستعان. فكانت الحكمة أن الله يبتليه بهذا من أجل أن تأتي هاجر ويأتي إسماعيل، وهذه حكمة عظيمة جدا، لأن من ولد إسماعيل هو سيد الخلق أجمعين. فكانت هاجر وطبعا سارة هي التي أعطتها لإبراهيم، فلما حملته اشتدت الغيرة، أمر الله تعالى أن يرحل بها إلى مكة. المهم أن إسماعيل لما بلغ معه السعي وأراد أن يذبحه، وكل هذه القصة مشهورة بينكم. الغرض المقصود أن فضل إسماعيل أن محمدا صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إسماعيل، قال اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. والاصطفاء هو أن الله تعالى يعني حباهم واختارهم صفوة لهم، وصفوة الناس هم خيارهم، هم أرفع الناس إيمانا وقلبا وقدرا ومنزلة ومكانة. فبنو كنانة هم أرفع البطون من أولاد إسماعيل عليه السلام. وأقول إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام، طبعا إسماعيل إسحاق، كل أنبياء بني إسرائيل من إسحاق عليه السلام، ففيما الفضل، فهما الخير كل الخير ولد إسماعيل إبراهيم عليه السلام. فقال واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا. قريش هم أولاد نضر بن كنانة، كانوا تفرقوا في البلاد فجمعهم قصي بن كلاب في مكة فسموا قريشا، لأنه قرشهم يعني جمعهم، لأنه قرشهم أي جمعهم. ولكنانة ولد سوى النضر، وهم لا يسمون قريشا لأنهم لم يقرشوا. وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام على فضل قريش، وأي قرشي هو أرفع الناس نسبا، أي قرشي من الله عليه أنه كذلك هو أرفع الناس نسبا، وأرفعهم من كان من بيت النبوة. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم وهم أرفع الناس نسبا، ومعهم بنو المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنو هاشم بنو المطلب لا يفترقان في جاهلية ولا في إسلام، وضرب لهم سهما من سهام ذوي القربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اصطفاني من بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن النضر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان. وبعد ذلك يعني النسب لا يستقيم بعدها. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اصطفاني من بني هاشم من بني هاشم. وهذه أيضا فيها دلالات، المسألة الأولى في هذا الباب أن الله جل وعلا ما بعث نبيا إلا في أرفع نسب في قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفع الناس نسبا بأبي هو وأمي، واصطفاه
شيخ. فاصطفاه الله جل في علاه على جميع الخلق، وكانت مادة الاصطفاء أن الله جل في علاه نظر في قلوب العباد فوجد أنقاها وأتقاها وأصفاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه على جميع الخلق. ثم نظر في قلوب العباد فوجد أن أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فاصطفاه من الله جل وعلا لصحبة النبي. فهؤلاء أرفع الناس وأكمل الناس وأعظم الناس مكانة عند الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، فهو هو خير من خلق الله على الإطلاق من الملائكة ومن الجن ومن البشر، خير الخلق على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: والذي بنفسي بيده ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن كيف نستدل من قولي أنا سيد ولد آدم أن النبي أفضل من الملائكة والجن والبشر؟ هو فقط قال أنا سيد ولد آدم. من هنا كيف نستدل بهذا الحديث على أنه خير من الجميع؟ أن الله كرم آدم على الملائكة بالسجود، فهلوة العبودية لا، عندها فهلوة صارخة، فهلوة مصرية صارخة والله. أن الله فضل الجن والملائكة سجدوا لآدم، نعم ممتازين ممتازين ممتازين، ماشي. أن الله كرم آدم، ماشي، إجابات جيدة جدا، موضع مباهات في ظاهر القول. طيب، يمكن أن نقول الأدلة، إجاباتكم سديدة، جزاكم الله خيرا. منكم من أتاها دراسة ومنكم من أوتيها فهلوة، لكن هو الأصل أن نقول خلي الأدلة هي أكرم لنا في هذا الباب. أما قال الله جل في علاه: أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية، هناك قراءة أولئك هم خير البريئة، تكلم عن المؤمنين وقال أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية يعني أولئك هم خير البريئة، يعني خير الخلق أجمعين، وتدخل في ذلك الملائكة. نعم، أولئك هم خير الخلق أجمعين، خير البريئة، كما قال الطبري غيره، معنى ذلك البريئة هنا الخليقة جميعها، الجن والإنس والملائكة. فإذا كان صلحاء البشر خير البريئة، فسيدهم هو خير كل الخلق. ولأن آدم عليه السلام أمر الله الملائكة بالسجود له وقدمه عليهم بالعلم، والنبي أعلم الناس لأن الله تعالى أوحى إليه أشرف الكتب وأعظم الكتب نفعا وأصلح الكتب زمانا ومكانا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق أجمعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولفق. وسيأتي إن شاء الله مزيد من بيان ذلك في الأحاديث القادمة. فهذه مستنبطة النبوة اصطفاء. نعم، فضل التقريش. فالحق أن قريش أنهم أفضل العرب. فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق.